مرحبا، نحن اليوم معكم بزحلة قدامنا هالمدفع اللي انعرض من فترة هون اللي هو M46 اللي هو مدفع روسي صوب الفترة السوفيتية عيار 130 مليون. مثل ما شايفين طبعا بيشبه كل المدافع السوفيتية وبيبقى لها درع سيناي رطان لأنه لأنه عادة بيستعمل يضرب للمدى البعيد ولا الضرب المباشر يعني للقصف المباشر. رح نورجيكم هلا تاني ميل منه. هذا المدفع هون عادة طبعا هودي بيفتحوا من هون بصوت الأزيفة فيه. هلا هيدا لأنه سوفيات المدفع كانوا مغلاق بيفتح برا، كانوا مغلاق بيفتح جوا هون بصوت الأزيفة. وطبعا الأزيفة بالسيستم السوفياتي بيجي الأزيفة لوحد بيجي عم بيجي الحاسة الكبيرة اللي فيها الحشوات بتفوت من وراها، وطبعا هذه اللي هي فيها الكبسولة بتفوت لجوا طبعا بشد الحبل وبتطلع الأزيفة وبيرجعوا بيشيلوا الكبسولة، بعكس السيستم الأوروبي والأمريكاني اللي بيكون له مغلاق بيركبوا له كبسولة والحشوات بتنحط منفصلة حسب الكمية المطلوبة. طبعا هاي المال بيكون في له المنظار وبيكون في له اثنين ليحركوا فيه ليطلع طلوع نزول أو لحتى يروح يمين شمال. هلا من أهمية هذا المدفع انه هيدا من اوائل المدافع اللي اخترعت عالميا اللي مداها كتير طويل، يعني عاده مدافع الهاوتزر بيبقى مداها 15 كيلومتر 20 كيلومتر، هيدا اللي من اخترعوه السوفيات بالخمسينات والستينات القرن الماضي كان مداه 27 كيلومتر اللي هو مدى كتير كبير. هيدا المدفع اول مره استعمل بلبنان سنه 76 لما فات الجيش السوري على لبنان، استعملوا اول شيء لما اصطدم مع التنظيمات الفلسطينيه والحركه الوطنيه، بعدين دخل الخدمة بحزب الكتائب وبجيش لبنان الحر بجنوب. المدفع اللي حكينا عنه دخل الخدمة بالجيوش العربية خاصة بالجيشين المصري والسوري بستينات القرن الماضي، واستعملوهم بحرب 67. بهذه الحرب الجيش الإسرائيلي غنم كمية من هالمدافع، ولأن هدفها أبعد من المدافع اللي بيستعملها بوقت الجيش الإسرائيلي أدخل الخدمة، وكان لها أهمية باستعمالها بالحرب ضد الجيش المصري بما عرف بحرب الاستنزاف من 67 لل 70، لأنه كان لديها أبعد من المدافع اللي هو يستعملها، واستعملها خاصة لإصابة الرادارات التي كانت تتحكم بصواريخ السام على جبهة قناة السويس مطرح ما كانت الجبهة بحرب الاستنزاف. رجع على المدفع طبعا مثل ما قلنا استعملوا الجيش السوري بلبنان سنة 76، بعدين دخل خدمة بحزب الكتائب وبجيش لبنان الحر بجنوب، بعدين فيما بعد دخل خدمة بالتنظيمات الفلسطينية، وطبعا صار يستعمل بالسبعينات لآخر السبعينات والثمانينات. بس من أهم القصص اللي استعمل فيها هذا المدفع هي حرب زحلة. بحرب زحلة هالمدفع اللي كان المناطق الشرقية اللي بعيدة من هون كذا كيلومتر يعني تقريبا 20 كيلومتر كان قادر يأمن الحماية لمدينة زحلة، يعني كان قادر يضرب كل المواقع السورية اللي حول زحلة وكل المواقع المدفعية بالمنطقة اللي قادرة عم تضرب على زحلة. ولكن الأهم من هالشيء إنه هالمدفع اللي مداه كتير طويل قبل حرب زحلة طلب الشيخ بشير إنه ينفتح طريق لزحلة لحتى يجيبوا تعزيات لزحلة اللي فيها الدبابات والمدفعية. فهالمدفع اللي عم يشرح عنه اللي هو هلا موجود بزحلة لو انكتب له قبل حرب زحلة إنه ينحط بنفس المطرح كان قادر من هالمطرح يسيب كل البقاع الغربي والشرقي والشمالي، وطبعا كان قادر بكل سهولة يسيب المصنع اللي هو المدخل من سوريا إلى لبنان، وطبعا كان فيه يقصف أطراف القرى والبلدات اللي على الحدود السورية اللبنانية. ولو هالشيء قدر يصير كان غير كثير بالمعادلات بحرب زحلة بوقتها. كان معكم سامر أسيس لصفحة سامر أسيس على التاريخ.